الكفاءة مثل خريج الكلية الفنية دعماً لمنظومة الكفاءة القتالية. الكفاءة القتالية عبارة عن تحقيق النجاح بأقل وقت وأحسن أداء. ده اللي احنا بنحاول نغرسه في طالب الكلية الفنية العسكرية من ساعة ما يدخل الكلية. بنسميه طالب مقاتل. طالب مقاتل يعني الأداء بتاعه بيقاتل في كل ما هو يوكل إليه تحت مختلف الظروف جميع المهام. طالب مقاتل بمعنى ان هو المهارة الفنية، الروح القتالية العالية. طالب مقاتل ده معناه ان هو يبقى عنده تعاون مع زمايله، وهو ده اللي احنا بنحاول نغرزه في الطالب من ساعة ما يدخل الكلية الفنية العسكرية. شهدت الكلية الفنية تطور في المناهج التعليمية ودراسية خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء. كيف يتم تدريس تلك النماذج التكنولوجية لطلبة الكلية الفنية العسكرية؟ قسم هندسة الفضاء احنا افتتحناه، وفي طالب النهارده في سنة تانية وان شاء الله طالعين سنة تالتة. ده مش قسم وحيد، لا ده بيعتمد على جميع اقسام الكلية. احنا عندنا شعب كتيرة، شعبة الهندسة الكهربية، شعبة الهندسة الميكانيكية، شعبة الهندسة الطيران والفضاء. الشعبة ديت كل الشعب ديت بتخدم على قسم هندسة الفضاء. من ساعة ما يحصل الدفع القمر الصناعي يبقى موجود في المدار بتاعه، فلازم يدرس البيئة الفضائية اللي موجودة، أنظمة التحكم والتوجيه، أنظمة المدارية، الميكانيكا المدارية، الميكانيكا العامة. فقسم هندسة الفضاء مش قسم وحيد، احنا بنعتمد على برامج الحاسب، بنعتمد على الواقع الافتراضي لتدريس هذه المواد. التدريب قاعدة أساسية للارتفاع بالمستوى والمحافظة عليه، فما الجديد في إعداد وتدريب طلاب الكلية الفنية وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي بمجال التدريب يوما بعد يوم؟ الطالب من ساعة ما يخش الكلية الفنية العسكرية بقى مسؤوليتنا التعليم ثم التدريب ثم التشغيل. أنا بعلم الطالب من خلال مناهج 5 سنين، بدربه في المعامل عندي، بوديه المصانع والورش الخاصة بالقوات المسلحة وخارج القوات المسلحة، بعمل له مسابقات داخلية، بنشترك في مسابقات داخلية بيننا وبين الجامعات. عندي 4 مسابقات داخلية، عندي 4 مسابقات خارجية برا مصر طلبة بتشترك فيها، بحيث ان هو بيثقل علميا واداريا ولغويا، بحيث ان هو يتعلم روح الفريق، بحيث ان احنا نحقق مراكز عليا ونعلمه. ما هي المعايير التي يتم على اساسها اختيار الطلاب الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة؟ المعايير العلمية هي اللي بتنطبق على خريج كلية الهندسة اللي بيدخل، خريج كلية الهندسة اللي متواجد، اللي بيخش كلية الهندسة الجديد نفس المعايير العلمية المناظرة لدخول كلية الهندسة، بالإضافة إلى المعايير الطبية والمعايير البدنية ومعايير دخول أي كلية عسكرية. فطالب الكلية الفنية العسكرية بتنطبق عليه معايير دخول أي كلية عسكرية بالإضافة إلى المجموع. المجموع السنة دي 92% ثانوية عامة، زائد يكون محقق 70% الفيزياء والفيزياء والرياضة. ما هي النصيحة التي توجهها لأبنائك الجدد من الخريجين؟ النصيحة اللي أنا بديها للخريجين التحصن بالأخلاق الحميدة. احنا عندنا شعار في الكلية الفنية اسمه الإيمان العلم العمل. التحصن بالأخلاق العسكرية، أخلاق الفوارس، أخلاق العلمية، التعاون، روح الفريق، التعاون مع الآخرين بحيث ان هو يحقق الهدف في أقل وقت. شروط التحاق الطلبة بكلية الدفاع الجوي هي نفس شروط التحاق المنصوص عليها في مكتب تنسيق الكليات العسكرية. دي في شروط عامة وفي شروط خاصة. الشروط العامة زي السن، انه ما يكونش اكتر من 21 سنة، زي الجنسية يكون مصري وأبوين مصريين وجد مصري، زي ان هو يكون حاصل على الثانوية العامة وما يعادلها، ما يكونش اكتر من سنة سابقة. وفي شروط خاصة، الشروط الخاصة دي خاصة بكلية الدفاع الجوي، وان هو يكون حاصل على الثانوية العامة او ما يعادلها بمجموع اكبر من 85% علمي رياضة. وفي شرط تفضيلي اللي هو يكون حاصل على 85% فأكثر في مادة الفيزياء ومادة الرياضيات واللغة الإنجليزية. فترة الدراسة هي أول مراحل إعداد الضابط، فكيف يتم إعداد الطلاب داخل كلية الدفاع الجوي؟ بالنسبة للإعداد
الطلبة في كلية الدفاع الجوي. كلية الدفاع الجوي 5 سنوات، الأربع سنوات الأولى بيتخرج منها الطالب حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي، ثم سنة 5 بيحصل فيها الطالب على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة الاتصالات والإلكترونيات. والدراسة في الكلية بتنقسم لأربع مجموعات، المجموعة الأولى وهي مجموعة المواد العسكرية، والمجموعة الثانية هي مجموعة المواد التخصصية للدفاع الجوي، والمجموعة الثالثة هي مجموعة المواد الهندسية، أما المجموعة الرابعة فهي مجموعة العلوم السلوكية والإنسانية. بتحتفل كلية الدفاع الجوي بتخريج دفعة جديدة من الطلبة، كيف يمثل خريجو كلية الدفاع الجوي دعما لمنظومة الكفاءة القتالية لدى قوات الدفاع الجوي؟ في الحقيقة تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدفاع الجوي على الدعم والتطوير الدائم لكلية الدفاع الجوي في جميع المجالات من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية والإدارية والفنية، من أجل تحقيق هدف كلية الدفاع الجوي وهو تخريج الضابط الشامل المحترف القادر على قيادة وحدة فرعية صغرى لينضم إلى منظومة الكفاءة القتالية لقوات الدفاع الجوي. شهدت قوات الدفاع الجوي تطور وتحديث في كل المجالات والمعدات الحديثة، كيف يتم تدريب الطلبة على مثل هذه المعدات داخل الكلية؟ احنا بالنسبة للعملية التعليمية عشان نخرج ضابط متميز لازم العملية التعليمية او المنظومة التعليمية تكون متميزة، والمنظومة التعليمية بتنقسم لأربع محاور رئيسية، المحور الأول وهو المعلم، والمحور الثاني وهو الطالب، والمحور الثالث وهو المناهج، والمحور الرابع هي البيئة التعليمية. بالنسبة للمعلم بتهتم قيادة قوات الدفاع الجوي باختيار أعضاء هيئة التدريس من الضباط المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتميز العلمي والانضباطي، ده بالإضافة لمجموعة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية. المنظومة الثانية أو المحور الثاني وهو محور البيئة التعليمية، توفر القيادة العامة للقوات المسلحة أحدث المعامل والفصول التعليمية والمخلدات التدريب التي تحاكي معدات الدفاع الجوي الحقيقية، وده بالإضافة إن احنا بنخرج الطالب في السنة الرابعة وفي السنة الخامسة للتدريب العملي على المعدات الحقيقية لقوات الدفاع الجوي. المحور الثالث وهو الطالب، وده بيتم اختياره من الهيئة في مكتب التنسيق الكليات العسكرية، وده بيتم اختياره بمعايير تناسب الخدمة في قوات المسلحة في قوات الدفاع الجوي. بالنسبة للمحور الأخير وهو المناهج، بيتم مراجعة المناهج مع الشعب ورياسات الدفاع الجوي، وده بالنسبة للمناهج التخصصية. أما بالنسبة للمناهج الهندسية فبيتم في بروتوكول تعاون بين كلية الدفاع الجوي وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وده مناهج الكلية بتتطابق مع مناهج كلية الهندسة. ما هي النصيحة التي توجهها لأبنائك من خريجي الكلية؟ أقول لهم الأول ألف مبروك تخرجكم اليوم، وإن شاء الله يكون يوم سعيد عليكم وعلى أسركم، وأوصيكم بالانضباط العسكري المبني على حسن الخلق
أوصيك بإنك تهتم بالمعدة وتهتم بجنودك وتكون قدوة لهم في العمل والأخلاق. أوصيهم بأن يضعوا شعار كليتهم دولاب عمل ثابت في حياتهم، فأوله إيمان، فإيمان بالله والوطن، وأوله عزم، فعزم على تحقيق المهام مهما كانت المخاطر والصعاب، وآخره مجد، فمجد في الأرض أو شهادة في السماء. طالب الكلية الجوية بيتم إعداده وتأهيله من خلال 5 مراحل مستمرين باستمرار وتواجده بالكلية الجوية: مرحلة الإعداد العسكري مع مرحلة الإعداد البدني والرياضي، ومرحلة الإعداد المعرفي والعلمي، ومرحلة الإعداد المهاري، وأخيرا مرحلة الإعداد الوجداني والنفسي لطالب الكلية الجوية. ما التخصصات التي يتم دراستها داخل الكلية الجوية؟ الكلية الجوية فيها فرعين رئيسيين: فرع الطيران وفرع العلوم العسكرية الجوية. فرع الطيران هو الفرع المختص بتخريج ضباط الطيارين بمختلف تخصصاتهم، طيار المقاتلات ودون المقاتلات. أما الفرع الآخر هو فرع العلوم العسكرية الجوية، وهو مختص بتخريج 3 تخصصات: تخصص ملاحة جوية، وتخصص توجيه واعتراض، وتخصص مراقبة جوية. شهادات فندم اللي بيتم منحها للطلبة في نهاية الدراسة؟ طلبة فرع الطيران بتحصل على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية بالإضافة إلى شارة الطيران، ده من ناحية العسكرية. أما من ناحية المدنية بيحصل على إجازة طيار تجاري معترف بها من سلطة الطيران المدني. أما طلبة العلوم العسكرية الجوية فبيحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية بالإضافة إلى شهادة إجازة مدنية، وهي إجازة المرحل الجوي. سلاح الجو فندم بيشهد تطور تكنولوجي على مستوى العالم، كيف يتم تدريس تلك النماذج التكنولوجية لطلبة الكلية الجوية؟ التطوير والتحديث في الكلية الجوية مستمر باستمرار العملية التعليمية والعملية التدريبية. تم تحول الكلية الجوية من التعليم التقليدي إلى التعليم الرقمي في الآونة الأخيرة، مستخدمين أحدث وسائل التكنولوجيا من خلال مناهج وسائل سمعية وبصرية ومقروءة وتفاعلية بمفهوم جديد، وهو مفهوم الكمبيوتر بيز تريننج. وده إلى حد ما ارتقى بمستوى العلمي والمعرفي للخريج، ده بالإضافة لاستخدام أحدث طائرات التدريب في العالم وكذلك محاكيات الطيران في العالم. كيف أنت تمثل هذه الدفعة دعما للمنظومة الكفاءة القتالية داخل القوات المسلحة؟ الكلية الجوية منوطة بتخريج ضباط طيارين وجويين على كفاءة عالية، دماء جديدة بتضخ في شرايين قواتنا الجوية، مما ينتج عنه زيادة الكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة، وتكون مهمتهم الرئيسية الحفاظ وحماية سماء مصر والزودة عن أراضيها. كلمة توجه لأبنائك الطلبة النهاردة في مناسبة التخرج؟ أحب أقول لهم إن من أجل مصر يكون الفداء، تمثلوا بالقيم والمبادئ والمثل العليا، وصيكم بتقوى الله والإخلاص في العمل للحصول على خيري الدنيا والآخرة. يتم إعداد طالب الكلية البحرية من خلال 4 سنوات دراسية يتخللهم معسكرات تدريب داخلية وخارجية لتدريب الطالب على كل ما هو جديد وحديث ومتطور، ودائما القوات المسلحة تبحث عن الجديد والمستحدث من خلال المحاكيات والفصول التعليمية الحديثة، وأيضا إشراك الطالب في التدريبات المشتركة على متن الوحدات الحديثة مع الدول الصديقة، وأيضا إشراك الطالب في الطلاب بصفة عامة في المسابقات التي تنفذها الكلية مع الكليات الأخرى للدول المتقدمة، كالمسابقات الشراع التي تمت وحضرناها مع الكلية البحرية الإيطالية والكلية البحرية الهندية، وأيضا أنشطة أخرى متعددة لارتقاء بمستوى الطالب الثقافي والعلمي. ما هي النصيحة التي توجهها لأبنائك الخريجين الجدد؟ أقول لأبناء الخريجين الجدد: حافظوا على وحداتكم وعلى سلاحكم، وكونوا عيون الوطن الساهرة عليه، ويكون دائما شعاركم الشرف، العلم، الفداء، وحافظوا أيضا على جنودكم فهم خير أجناد الأرض. بيتم تحديد أولا أعداد المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة، وبناء عليها بيتم تحديد سنويا المجموع
المستهدف للدخول او الاشتراك في دخول المعهد الفني للقوات المسلحه. وفي هذا العام تم تحديد الشروط 60% لطلبه القسم العلمي من حاملي الثانويه العامه والازهريه، و75% للثانويه الصناعيه، وبيفضل الحاصلين على درجات 70% فاكثر في ماده اللغه الانجليزيه والرياضيات والفيزياء والميكانيكا، ويتم انتقائهم. ثم بعد ذلك يتم التحقهم بمكتب التنسيق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بالكلية الحربية تحت الشروط العادية اللي بيختبر فيها الطلبة بدنيا، كشف اللياقة، كشف بيبدأ بالكشف الطبي، فالكشف اللياقة، ثم بعد ذلك كشف النفسي الملائم للمعهد الفني للقوات المسلحة، ثم بعد ذلك قفزة الثقة، ثم كشف الهيئة، وبيتم عمل امتحان تفضيلي لطلبة الثانوية الصناعية في مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية والفيزياء والميكانيكا. نصيحة حضرتك توجهها لأبناء من الخريجين الجدد؟ لابد أن نتمسك بالقيم اللي تعلمناها بالقوات المسلحة، ودائما هم في رباط دائم إلى يوم الدين، وإنهم خير أجناد الأرض، وهنيئا لهم ولأسرهم للمستوى العلمي العالي والانضباط الذي وصلوا إليه للوصول. ودائما لا ننسى التعلم، ولا ننسى أن احنا دائما نطور من أنفسنا، ودائما نقرأ ونتعلم حتى نصل لأعلى مستويات التعليم، ودائما نكون خطوة في الناحية التعليمية لنصل إلى أعلى مستويات التعليم. وأقول لهم هنيئا لكم، وفي الآخر بقول لهم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وهنيئا لكم ولأسركم. التطوير الشامل ده مستمر دايما من سنة لأخرى، سواء في المناهج، سواء في أساليب التعليم، سواء في تطوير المنهج نفسه. الدراسة في الكلية الحربية بتعتمد أساسا على المدرس والمنهج والطالب والكتاب نفسه، بالإضافة أن التطوير بتاعنا بيشتمل من ساعة عودة التخصصات. كانت الكلية الحربية اتلغى فيها التخصصات سنة 1991، ورجعت تاني بأوامر من المشير عبد الفتاح السيسي أيام ما كان وزير دفاع سنة 2013، وده عمل نقلة تانية خالص بالنسبة لمستوى الضابط بعد أثناء الدراسة في الكلية الحربية، لأن بقت بتديله صقل من المهارات في التخصصات المختلفة، خاصة أن احنا دلوقتي عندنا الأجنحة عبارة عن 9 أجنحة، من أول مشال، مدرعات، المدفعية، الأسلحة والذخيرة، إمداد وتموين، حرس الحدود. التخصصات دي أكسبت الطلبة خبرة في المجال اللي هو يطلع يشتغل فيه، وبالتالي اديته ثقة في نفسه انه يقدر يقود وحدته الفرعية، ويقدر يبذل اقصى ما في وسعه من هو يتعلم في الكلية الحربية ويطلع ينفذ الكلام دوت ويطبقه فعليا، وازاي يقود مرؤوسي. بماذا تفسر الاقبال المكثف لشباب مصر على الالتحاق بالكليات العسكرية في ظل الظروف اللي بتمر بيها المنطقة؟ الإقبال المكثف ده واضح جدا من الإقبال بتاع الشباب بتاعنا، خاصة احنا دلوقتي فتحنا باب القبول لاستقبال الطلبة خريج الثانوية العامة. واحنا السبب في الموضوع دوت الشعب بالكامل، شعب مصري شعب واعي، وشايف دور القوات المسلحة من أحداث 2011 لحد النهاردة، وان القوات المسلحة وقفت وسندت الشعب بتاعها، وليها دور فاعل على جميع الاتجاهات، سواء في مشروعات التنمية، سواء في مكافحة الإرهاب، ودوت اللي ادى ثقة من الشعب المصري في قوات المسلحة. قوات المسلحة دي ملك للشعب، وكلنا من أولاد الشعب. مفيش أسرة في مصر بالكامل غير يا إما ليها ضابط أو ضابط صف أو جندي في القوات المسلحة، وكل الشعب المصري ذكي وفطن وحاسس بالدور اللي بتقوم به قوات المسلحة في أوجه مختلفة في اتجاهات الدولة بالكامل. ما المعايير التي يتم بها اختيار الطلبة الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وما هي الإجراءات التي تتم لقبولهم بالكلية؟ الدول الشقيقة والصديقة احنا عندنا فعلا دلوقتي في الكلية حوالي 30 طالب من دول شقيقة وصديقة بيدرسوا معانا. المعايير اللي بتطبق عليهم هي نفس المعايير اللي بتطبق على الطالب المصري. احنا بنطبق عندنا الطالب بيتعرض او بيمر ب10 اختبارات، بتبدأ من اختبار السمات الشخصية، بعدين اختبار الكشف الطبي، في اختبار اللياقة البدنية، وبعد اختبار اللياقة البدنية بنعمل له كشف طبي متقدم. كشف الطبي المتقدم بيختلف عن الطبي الأولي، إن هو ده عبارة عن أشعات دقيقة، بالإضافة لمعامل تحاليل معملية، بالإضافة لكشف عام ظاهري، بعد كده كشف رياضي متقدم للتأكد من القدرة البدنية للطالب وعنده إمكانياته من الالتحاق بالكليات العسكرية أم لا.
بعد الكشف الرياضي المتقدم بيتم في اختبارات نفسية، عندنا في 3 اختبارات نفسية، وديت بتشتمل على ان احنا بنحدد القدرات النفسية للطالب المتقدم ومدى ميوله للانحرافات السلوكية، وبنحدد فيها القدرات النفسية ومدى قدرته على التحمل والتكيف في الحياة العسكرية. بعد كده بينتهي الاختبارات دي باختبار معلومات عامة، ودي اختبارات معلومات لتحديد مدى المستوى الثقافي للطالب عشان لبناء شخصيته ان هو يبقى طالب مثقف، ما هوش مقتصر على العلم العسكري فقط. بتنتهي الاختبارات دي بالكامل باختبار كشف الهيئة. طبعا اختبار كشف الهيئة ده بيتعرض ليه الطلبة المصريين، انما الطلبة الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة ما بقاش ليهم اختبار كشف الهيئة، انما كل الاختبارات الماضية دي طالب الوافد بيتعرض ليها بالكامل. اخيرا يا فندم، نصيحة حضرتك توجهها لابنائك من الخريجين الجدد. أبناء الخريجين الجدد أنا بوصيهم إن هم يلتزم بكل التعليمات اللي هو اتعلمها في الكلية. أهم حاجة الاحترام المتبادل ما بينه وبين مرؤوسيه، إنه يقود وحدته ويحقق فيها العدل، إن بالعدل هيحصل على قلوب المرؤوسين بتوعه، وإن هو يكون دائما متواصل معاهم، حاسس بمشاكلهم، يلتزم بالانضباط العسكري والاحترام المتبادل. ده أساس التعامل في القوات المسلحة، وده اللي هيخلينا نرتقي بمستوى الأداء في القوات المسلحة. طبعا سعيد جدا وفخور جدا ان انا بسلم درع الكليات والمعاهد العسكريه لسياده رئيس الجمهوريه القادر على القوات المسلحه، وده شرف كبير جدا ليا ان انا اسلم على سيادته. وطبعا اللحظه دي عمري ما هنساها، بعد انها تبقى دافع ليا قدام ان انا ابذل اقصى مجهود ان شاء الله. اي حد نفسه يلتحق بالقوات المسلحه ان ده شرف كبير للدفاع عن ارض الوطن. تاني حاجة ان الكلية الفنية العسكرية من افضل كليات الهندسة في مصر، وبتتيح للطالب ان هو مناخ ان هو يبقى عنده وقت اطول للمذاكرة بعيد عن اي مشاغل في الحياة، فده هيخلي الواحد يتفوق اكتر في دراسته ويخلي الواحد يحقق اي حلم عايزه. ايه كان هو السبب اللي دفعك ان انت تيجي وتدرس في مصر هذه العلوم العسكرية؟ اولا هي فرحة ما بعدها فرحة، وانا اتمنى لكل شخص ان هو يفرح الفرحة دي، وده فخر لي وشرف ان انا اتخرج من كليه دفاع جوي مصريه، واستفدنا بيها تبادل خبرات سواء عسكريه او مدنيه. قولنا ايه هو اللي اختلف في شخصيتك، او ايه هو اللي زودتك بيه الدراسه في كليه عسكريه ما كانش موجود في شخصيتك قبل الالتحاق بالكليه؟ الحمد لله زودتني من الامانه والصدق والاتزان الفعلي وتوعيه الذهن والشجاعه والاقدام. شرف لكل مصري ان ينضم للقوات المسلحه والكليه البحريه، وانا من الجيل الذي عاصر ثورتي 25 يناير 2011 وثوره 30 يونيو 2013، وشفت بعيني ازاي قامت القوات المسلحه بالحفاظ على الارض والشعب المصري وعلى وحمايته، وهنا تمنيت ان انضم الى القوات المسلحه وان انضم الى المقاتلين في العمليه الشامله في سيناء. لو هتوجه رساله لاقرانك او زملائك من المقبلين للالتحاق بالكليه البحريه، هتنصحهم بايه وهتقول لهم ايه؟ اقول لهم ان مصر بتحتاجكم في جميع المجالات وفي شتى الطرق، ولازم يجب عليكم بذل كل ما في وسعكم عشان تنضموا للقوات المسلحه، وان القوات المسلحه هي مدرسه الوطن العليا، وان القوات البحريه والكليه البحريه مصنع الرجال وعرين الابطال، ومصر المحروسه بتحميها البحريه، وان الكليه البحريه لا تتخر جهدا في اعداد الطالب المقاتل اعداد جيد على اسس علميه ومنهجيه سليمه، وشرف لاي مصري او اي شاب ان ينتمي للقوات المسلحه والكليه البحريه. اولا هذا شرف جميل جدا لنا ان نلتحق بالقوات المسلحه المصريه، بالاخص القوات الجويه، كاصرار وعزيمه قتال وخير اجناد الارض عموما، يعني القوات المسلحه المصريه. ايه ابرز الحاجات اللي اتعلمتها في الكليه الجويه، او ابرز النقط اللي استفدت بيها من الكليه الجويه هنا في مصر، واللي فرقت في شخصيتك قبل الالتحاق بالكليه الجويه ودلوقتي بعد التخرج بعد سنين من الدراسه؟ الشجاعة والمرونة والإصرار في العمل والقدرة على ثبوت الاتزان، يعني أشياء كثيرة جدا، ومنها التخصصات الجوية في تخصص الطيران عامة. يعني الرسالة اللي انت حابب توجهها دلوقتي كأحد أبناء مؤسسة عسكرية بترتدي الزي العسكري، بتحمل شرف ارتداء هذا الزي في سبيل مناهضة الإرهاب الفترة القادمة؟ يعني نحاول نلتحق بالقوات المسلحة للمكافحة ضد الجماعات الإرهابية والتطرفات، ونعتبر هذا ليس عدوانا، تخطيط يعني مسميات فقط، فنحن ملتزمون ومصرون إن شاء الله على العزيمة والقتال كل الجماعات المتطرفة. اسمك إيه وأنت بتكرم النهاردة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
أدى وسام شرف على صدري من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإن شاء الله يعني مش هنوقف لحد النقطة، هنكمل بقيت يعني الحياة الطبيعية يعني إن شاء الله في مجال القوات المسلحة. طالب كلية دفاع جوي، في خلال فترة الدراسة في الكلية بيدرس علوم عسكرية بتساعده في مواكبة التطور العسكري، وبيدرس هندسة قسم الاتصالات وكهرباء من خلال برامج تعليمية لمواكبة التطور طبقا لمعايير القوات المسلحة. ومن أهم السمات اللي بيكتسبها طالب دفاع جوي الشجاعة والإقدام والثقة بالنفس والتضحية من أجل تراب هذا الوطن والنبل والصدق والأمانة. قول لنا إحساسك إيه بالتكريم ده النهاردة؟ طبعا هو فرح كبير بالنسبة لي أوي إن أنا هتكرم من سيد رئيس الجمهورية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بس قبل ما يكون تكريم هو تكليف من سيادته إني أطور نفسي في اللياقة البدنية وفي علوم الطيران المختلفة علشان أقدر أواكب التكنولوجيا الحديثة والطيارات الحديثة داخل القوات الجوية اللي هي جزء أصيل من القوات المسلحة. الكلية الحربية المصرية معروفة على مستوى الشرق الأوسط، أقوى كلية حربية موجودة في الشرق الأوسط، فأنا يعني الدافع اللي خلاني ألتحق بالكلية الحربية المصرية إن شاء يعني أتعلم حاجة تفيد بلد بالمستقبل.